راعى سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن حفل تخريج فوج من الطلبة العراقيين المهجرين في عمان. بدأ الاحتفال الذي حضره عدد من المدعوين والمعلمين والمعلمات وأهالي الطلبة بكلمة ترحيبية للأب خليل جعار راعي كنيسة العذراء الكنيسة المستضيفة، شكر فيها كل الداعمين لهذه المدرسة المخصصة للتلاميذ العراقيين القادمين من الموصل وسهل نينوى، مؤكدا أن الكنيسة أخذت على عاتقها تقديم كل خدمة إنسانية للأطفال المهجرين منذ اندلاع الأزمة في العراق الشقيق لضمان حقهم في التعليم والمعرفة والعيش الكريم. وأعرب الأب جعار عن أمله بأن يعم السلام ربوع العالم، وأن تنتهي كل النزاعات على الأرض، وأن يعود المهجرون إلى أوطانهم ويعيشوا بأمن وسلام. كل يوم الطلاب العراقيين بيجتمعوا من الساعة 3 للساعة 7 في هذا المكان حتى يتلقوا دروس، لأنه فيش لهم مكان في المدرسة النظامية. وشهدنا اليوم كيف إنهم مبسوطين مسرورين، لأنهم أنهوا سنة جديدة وبتحضروا لسنة جديدة. بهالمناسبة بهني القائمين على هذه المدرسة المسائية، كاهن الرعية الفاضل الأب خليل، وأيضا المعلمات العراقيات اللي بتطوعوا لتدريب هؤلاء الصغار وتعليمهم. كل عام وانتم بخير. بهالمناسبة بدي أشكر كل الداعمين لهي المدرسة، بدي أشكر أهالي الطلاب والطلاب الرائعين اللي أعطوني فرصة أكون والشرف أن أكون في خدمتهم. إن شاء الله نعمل من أجل مستقبل أفضل لأولادنا، نعمل من أجل نجاحهم في الحياة حتى ينسوا كل الماضي الأليم اللي مروا فيه. المصائب تربي الرجال، إن شاء الله بيكونوا رجال للمستقبل، يبنوا عالم جديد مبني على السلام والإنسانية والمحبة الأخوية. شكراً لفضائية نور سات اللي بترافقنا دايماً في كل مناسباتنا. شكراً والرب يبارككم جميعاً.